كابتن طار العشري بقى. كابتن العشري هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني لا يقل أبدا عن أي مدرب أنا شفته في خارجي أو داخلي. هو أقل ما يمكن أن يقال عليه إن هو لازم يكون مدرب المنتخب. يعني ليه إحنا نجيب مدرب خارجي أو مدرب أجنبي وطالما عندنا نوعيات من مثل الكابتن العشري؟ كابتن تالي العشري يعني أنا اتفرجت عليه وهو لعب في نادي الاتحاد، وكان من الناس اللي أخلاق عالية جداً، وبعد كده اتجه للتدريب ونجح في كل الفرق اللي هو درب فيها اللي هو دربها. وهو عجبني في حتة ان هو كان مدرب فعلا محترف وعايز يعني يبني مستقبل كويس ليه، ان جه عمل معايشة مع مستر مانويل جوزيه عشان يتعلم منه. فده مدرب، ده معناه انه مدرب عايز يكبر، وهو كبير فعلا وكبر. فبنتمنى له كل التوفيق، وطبعا احنا تابعين نتائجه مع طلائع الجيش وجميع الفرق، فمدربين محترمين، وان شاء الله نشوفه كاحد ابناء مصر بيدرب منتخب مصر، لان ده هدفنا برضو ان اولاد مصر هم اللي يدربوا ونرجع تاني المدرب الوطني. كابتن طارق عاشر من المدربين الممتازين وخد السلم من اولهم بصراحه. كابتن طارق وعنده فكر كروي كويس، ومسك حرس الحدود وخد بها بطوله، من المدربين اللي فاهمين وعارف شغله ايه وبيتعلم. حتى كان منول جوزيه كان موجود هنا، كان بيجي يتفرج على التمارين وبتاع وبيجدد نفسه. لا كابتن طارق عشري من المدربين اللي في مصر انا بعتبرهم الناس مش الجيل القديم ولا لا، ده راجل حديث وبيجدد نفسه وبيطور نفسه على طول، واي فرقه بيمسكها وليه ما يعني في فكر في الارض تعرف ان دي طريق الطريق العشري. كابتن طارق العشري ده مدرب مميز طبعا، عمل تاريخ جامد جدا مع حرس الحدود، وحتى من احرز بطولتين مع حرس الحدود من الاهلي، يعني كاس مصر والسوبر، السوبر المصري مع ايام كابتن منول جوزيه. طبعا نفس الطريق، بس كنا نتمنى ليه يعني يمسك منتخب المنتخبات، سواء المنتخب الاول المنتخب الاولمبي على الاقل، لكن مش عارف ايه الحظ مثلا ما ساعدوش في حاجه زي كده. كابتن طارق العشري عامل شغل جامد مجهود كبير مع نادي طلائع الجيش، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. الكابتن طارق العشري ده راجل محترم وراجل مدرب ممتاز، واحنا عرفنا ان هو بيدرب دلوقتي طلائع الجيش، فربنا يوفقه ان شاء الله، ونتمنى نشوفه في مدير فني في احسن حته موجوده في مصر واحسن نادي يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقك باذن الله.